القيامة دي لو قامت لا شيخ بينفعك، لا فقيه، لا حجاب، لا بغرة، لا تراب، لا قبة، لا غيره. عقيدتك في الله بس الله بنجيك بالعقيدة والتوحيد والعبادة والعمل الصالح، وبرحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم، قلب ده لو شقوه فيه العقيدة الصحيحة، فيه التوحيد، مش تتعلق ببشر. والله ده يجروا منك كلهم، أي زول ماسك له شيخ يوم القيامة بيجر منه. أقرأ سورة عبسة، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يفر يفر دي اشرحوها كيف، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة وبنيه. زول بيجر من أمه، بيجر من أبوه، بيجر من أخوه، بيجر من زوجته، بيجر من ولده. ليه بيجر؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني يغنيه عن الآخر، ما فاضي له. بيجر من أمه يقف له الحوار بتاعه دي حسنات، يقف له ينجيه. والله الذي لا إله غيره، هؤلاء الناس كأنهم لا يقرؤون كتاب الله. قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما تفكر في الآيات دي، والأمر يومئذ لله. قال تعالى في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى في القرآن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. صحف فيها شنو؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سعيت وإنت مش السعى عليك الشيخ. قال تعالى في القرآن إن يوم الفصل، سماه الفصل، إنت ماسك في الشيخ ما إنت البمسك يعني، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. ما تقول لي أنا ديل أجدادي ديل شيوخي، اليهود قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام، ديل فيهم كلام ما فيهم كلام، والنصارى قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام فيهم كلام ما فيهم كلام. الله قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي زول بحسابه، أي زول بيدرسه.